ميديا ستار موعد إعلامي سنوي من تنظيم شركة أوريدو يجمع الأسرة الإعلامية بكل أنواعها. جاءت هذه الطبعة 16 بهدف التشجيع على الرقمنة في الجزائر بصفة عامة وفي مجال الصحافة على وجه التخصيص. هذا الموعد الإعلامي السنوي أصبح من تقاليد أوريدو التي تهدف من خلاله إلى جمع الأسرة الإعلامية بكل أطيافها، حيث تناولت هذه الطبعة هذه السنة الرقمنة في الجزائر مكتسبات رهانات وأفاق. أتمنى للفائزين كل التوفيق في مهمتهم في المستقبل، وإن شاء الله للخاسرين أتمنى من لم يحلف الحظ هذه المرة أتمنى الحظ في الطبعات المقبلة، وإن شاء الله السنة القادمة ستكون طبعة 17 مميزة وبناءة كما عودتكم أريدوا. الرقمنة في الجزائر، وهذا الموضوع يعني يتناسب مع استراتيجية المؤسسة كما أنه يتناسب مع استراتيجية الدولة الجزائرية التي تبحث يعني عن تطوير القطاع الرقمي في الجزائر. 12 فائزا حصدوا التكريمات من مجموع 158 مشاركا مقسمين لأربع فئات في مسابقة ميديا ستار، وهي وسائل الإعلام الإلكترونية، الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة، الإنتاج الإذاعي والإنتاج التلفزيوني، بحصولهم على 3 جوائز في كل فئة. الحمد لله اليوم تحصلت على المرتبة الثالثة في فئة البرامج التلفزيونية. نشكر مؤسسة أوريدو على هذا الدعم اللي يتقدموا للصحفيين والجزائريين، واللي راهي بالنسبة لنا حافز ككل في كل سنة. شاركت في المسابقة في طبعة 16 لميديا ستار بموضوع الحوسبة الرقمية. الحمد لله هنا هو لو 3ème بري، والحمد لله مام كاين كلكو كوليغ اللي كانوا شاركوا في المسابقه وكانوا ضمن المرشحين، ما ساعفهمش الحظ ان شاء الله لا بروشين ايدي. مسابقه ميديا ستار هي فرصه تتجدد كل سنه للصحفيين الجزائريين بمختلف تخصصاتهم، وهذا لاظهار قدراتهم وكذا تشجيعهم على تقديم المزيد من الابداع الذي يعود بالفائده على الاعلام الجزائري.